السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ اخباركم؟ تبارك ايام تلقاكم بخير وعلى خير، وكل عام وانتم بخير. اليوم غادي مع مناسبة العيد الفطر غندير واحد الحليوة سهلة صابلي بالمربى، مقادير عندها سهلة. عندنا واحد ميو عندنا واحد 250 غرام ديال الفلون ايديال ديال الفاني، عندنا نص باكية ديال الخميرة ديال الحلوى، وجوج بيضات، و100 غرام ديال السكر الثقيل، و200 غرام ديال الزبدة، والدقيق على حسب الخليط. ندعو على بركة الله. نديرو الزبدة، بسم الله. سكر كلاسي، نطربو، نحط الثومه، نهكها، غنطربو حتى تولي في الفوماج تو معانا، و الزبدة خاصها تكون درجة المطبخ. بلاتي و غادي نديرو البيض، طربون في دوك بيض بحدا الوحدة، جمعو الجوانب، نزيدو الفلون، ونزيدو نص باكية ديال الخمارة ديال الحلوى، نزيدوهاش كاملة باش كلها تاعها صافي. ديت شويه النص ديالها صافي. دابا نطربوها بسباتيو ديالنا، نزيدو الدقيق على حسب الخليط، دقيق المغربل، نزيدو شويه شويه، كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير، نتمنى يدخل عليكم بعد الشهر بالصحة والسلامة والعفو. دونك نزيدو بشويه بشويه الدقيق وما تخليوهاش تقطع، تزيدو على حسب، نبداو نجمعو فيه بشويه بشويه صافي. من نجمعوها غادي نغطيوها مع فيها الزبده، نغطيوها ونخليها ترتاح شويه، نديروها في الثلاجه تجمع راسها شويه، ونبداو نشكلو فيها ان شاء الله.
دابا نجمعو فيها. صافي غندور نزيدو شويه بشويه نغطيوها، نديروها في المونتير ونديروها في الثلاجه تبلدينا باش نقدروا نسرحوها نشكلوها الاشكال اللي بغينا. نزيد شويه الدقيق حتى مازال نزيد تبقى شويه غير يعدي. صافي هي دابا العجينه ديالنا تجمعات، صافي مع فيها الزبده غنديروها هاد الفلا الله كيما قلت لكم، نديروها في الاليمونتير وندخلوها في الثلاجه. خلاص برد شويه تجمع راسها ونجيو نسرحها باش نشكلوها ان شاء الله. هاد العجينة ديالنا ملي بردات شوية حنا كنسرحوها، درت لها واحد فيلم اليمونتيغ وغطيتها عاوتاني نيكا باش كنت معرفي بأن فيها الزبدة ضروري خصها تبدا تلصق ليا. عندنا مزيانة كنشوفو السمك ديالها، عارف بان الزبده كتسخن دابا خدتها باش نخدم دابا وبنسرح. حنا غنديرو الطابع اللي بغينا، انا غندير هاد الطابع هذا بهذا الشكل هذا كيجي زوين حتى هو. غندير هذا ومن بعد غندير هذا باش هاد خويات غادي نعمرو ان شاء الله. الطريقه هذه هاي سخنة الزبدة غادي نديرو نلعب نحاولو عليها. غنبداو نستفو في اللاطة ديالنا بالطريقة هادي، و نتوما ديرو القالب اللي بغيتو، كل واحد يدير على حسب الشكل اللي بغا. إلا عجبني هدا درتو، نحاولو عليها باش نخليو الشكل يكون زوين ما نخسروش. اللي خسرت هذه حاولوا عليها مع فيها الزبده. وعلى الطريقة هذه تنكملوهم وندخلوهم الفران على درجة 170، نشعلو البتة حتى يتحمرو، ما ياخدوش الوقت بزاف مع الرقاق، عندو مسوك باش يغليض. نبقاو كيف تنكملو العجين ديالنا ان شاء الله. حنا سرحنا غنديرو الشكل الثاني ان شاء الله. درنا قبيله هذا دابا غنديرو هذا الشكل هذا. بهاد الطريقه هذه صافي ونهزوهم ونديرهم في الطاوه ديالنا. دابا نسرحو العجينه باش نديرو الشكل الثاني الاخر. الرقيق
لكم. خصهم شي يطيبو بزاف، هاي شدو راسو ونحيدوهم مع ما فيهم زبدة. صافي الطريقة هذه. صافي غنديرو على هاد الشكل هذا. بسم الله. نحيدوهم هادو باش ميبقاوش يخسرو على العجينة. ورقو مزيان باش وركتش عليها بزاف. صافي صافي غنحيدوهم ونديروهم في البلاطة ديالنا شوية. ها دابا خوتي خواتاتي خرجنا من الفران، خلاهم حتى يبردو مزيان عاد نزينوهم الطريقه اللي بغيت. اللي بغي واحد باش نزينهم غندير هادو فيهم بالكونفيتور. كونفيتور نديرو فوق منهم وحده، نديرو فوق منها شويه دهنهم هنا كونفيتور. كل واحد يدهن على الطريقه اللي بغا. انا ندير كونفيتور والاخرين وحدين خليتهم باقيين غندير لهم الشوكولاط نعمروه هنا. صافي بالطريقة هادي نحطو. وعندنا هادو تاهما بطريقة شكل اخر درتهم. هادو غندير لهم الشوكولاط. ملي حطو عاودو نعمرو ديك الحفيرات نعمروهم بالشوكولاط. الطريقة هادي قادوهم باش يجيو شكل زوين. هاهما خوتي خواتاتي زينو بهاد الطريقة هادي. واحد يزينو باش بغا. درت لهم كونفيتير ودرت لهم مرمت معاوتاني في الجناب ديالهم دي بكاوكاو، وهنا درت فيهم الشوكولاط، وهادو درت بيهم الكوك. والطريقة كديروها على حسب كل واحد الرغبة، على حسب رغبة. كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد وإلى اللقاء. سلامة.